في الرياضة، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيرانية طهران لمعرفة اسم بطل العالم في لعبة الشطرنج، والتنافس على أشده بين الأوكرانية آنا موزيتشوك والصينية تان تشوني. المباراة التي ستجري على 4 مراحل ستحدد ملكة لعبة الشطرنج على المستوى العالمي. للتذكير فإن الأوكرانية آنا موزيتشوك تغلبت في الدور النصف النهائي على الروسية ألكسندرا كاستينيوك.